الإجراءات الوقائية وأيضا الموقف التلقيحي، لا سيما مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وما يمكن أن يسببه الدوام من مشاكل صحية. نعم، الجديد هو انطلاق امتحانات الدور الثاني بالنسبة للجامعات، وايضا احتمال اقتراب امتحانات الدور الثاني للمدارس، ما يعني مزيدا من الطلبه ومزيدا من الاحتكاك ما بين الطلبه في ظل اوضاع صحيه صعبه. لكن شهد البلاد خلال اليومين الماضيين انخفاض ملحوظ في عدد اصابات كورونا، بلغت اعداد الاصابات حوالي 3500، وهي ارقام منخفضه مقارنه بالايام الماضيه، على اعتبار ان وزاره الصحه تحدثت عن مغادره العراق للموجه الثالثه، ولكن ايضا هذا لا يعني بان البلاد غادرتها كورونا بشكل مباشر، هنالك موجة رابعة احتمالية الدخول. أيضا وزارة الصحة تحدثت عن مغادرة أو عدم وجود سلالات جديدة من الفيروس إلى البلاد وعدم دخولها إلى البلاد، خصوصا الفيروس الجديد مو الذي ظهر في أمريكا الجنوبية. وزارة الصحة تتحدث على أن جميع الإصابات التي تسجل في البلاد هي إصابات اعتيادية بكوفيد 19 من دون وجود أي سلالات جديدة، رغم وجود تشكيك من البعض في إمكانية وزارة الصحة في إيجاد حلول وكذلك إيجاد تحليلات مناسبة لهذه الإصابات. إذن عودة الدوام الرسمي للمدارس والجامعات قد يفاقم من أعداد الإصابات على الرغم من خروج العراق من الموجة الثالثة، ولكن تبقى عملية عودة التعليم إلى البلاد مشروطة من قبل وزارة الصحة. اليوم هنالك ضوابية خصوصا في عودة المدارس، لا يوجد قوانين ولا يوجد جداول واضحة في كيفية عودة المدارس، هل أن الأمر سيكتفي بالتعليم الإلكتروني أم الحضوري؟ وزارة التربية تتحدث عن الحضوري، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد جداول، لا يوجد إيضاح عن المواد التي سوف تبقى أو المواد التي سوف تحذف، وأيضا لا يوجد إيضاح عن المناهج الدراسية وكذلك عن المراحل الدراسية التي سوف تباشر الدوام الرسمي أو سوف تغيب، على خلاف الجامعات التي أوضحت وزارة التعليم جداول واضحة للدوام. بالتالي عودة الدوام الرسمي هو يكون مخلقا بالنسبة لوزارة الصحة، هنالك مخاوف من انتشار جديد لفيروس كورونا رغم وجود وارتفاع أعداد الملقحين، رغم الإيجابية في عودة الدوام الرسمي وهو تلقيح أعداد كثيرة من الطلبة وأيضا تلقيح أعداد كثيرة من المدرسين الذين فرضت عليهم وزارة التربية وأيضا وزارة التعليم العالي التلقيح قبل الدخول في العام الدراسي. طيب علي، يعني هناك جدل ومخاوف برزت اليوم في الأوساط الشعبية بعد الإعلان عن أول إصابة بالحمى النزفية في نينوى، كيف رصدت ردود فعل المواطنين، مخاوفهم بشأنها، أيضا إمكانية انتشار هذا المرض؟ نعم، يبدو أن البشرية مستباحة من قبل الأوبئة، لا يكاد يختفي وباء حتى يظهر وباء جديد. اليوم الحمى النزفية هنالك أحاديث عن إصابة شخص في محافظة الموصل وأيضا أدت إلى وفاته، هذا الأمر أدى إلى وجود قلق في الشارع بشكل عام من هذه الأوبئة، ليس في هذا الوباء فقط وإنما من الأوبئة التي دخلت إلى البشرية ككل. وباء الحمى النزفية أو مرض الحمى النزفية قد دخل العراق منذ عام 1973 يبدو من السبعينات القرن الماضي، ولكن ظهوره بهذا التوقيت الخطر وخصوصا بوجود وباء كورونا قد أقلق كثيرا من الشارع العراقي. اليوم وزارة الصحة في الموصل قد أغلقت هذا المكان الخاص بالذبح وهو المخالف لتعليمات وشروط وزارة الصحة، وأيضا فرضت قيود على السوق بشكل عام، و هذا الأمر يبدو قلقا مقلقا كثيرا هنا، خصوصا اليوم نتحدث في بغداد، قد فرضت أمانة بغداد وأيضا وزارة الصحة على إغلاق المجازر الغير المجازة في المدينة ككل، وهنالك حملة لإغلاق مزيد من المجازر التي تقوم بالذبح العشوائي والذبح في الشوارع وعدم استخدام الأدوات والوسائل المناسبة لعملية الذبح، هنالك يجب ارتداء ملابس خاصة وأيضا نظارات خاصة وأيضا التعقيم على اعتبار وجود أوبئة وأمراض كثيرة، وهذه المجازر معرضة ومباحة للبعوض وأيضا الذباب الوسيلة الناقلة للمرض، على اعتبار أن البعوض في حال ملامسته للأضحية ولمسته بعد ذلك للجرح المفتوح للبشر ينتقل المرض عبر ذلك، وأيضا هذا المرض انتقالي ينتقل من بشر إلى بشر آخر، لذلك على الوزارات وأيضا على الجهات المعنية التدقيق بشكل كبير على المجازر في مختلف أنحاء العراق، على اعتبار أن هذا المرض من الممكن أن يستفحل وممكن أن ينتشر في عموم البلاد. انضم معنا من بغداد مراسلنا علي أسد، شكرا لك على كل هذه المعلومات.